شائك. موضوع شائك بالنسبة لي كنا في وحدة الفترة أنه يكون فيه استيراد لهذه السيارات وكانت بأقل سعر، رغم أنه كانت فيه يعني الدفع فيما يخص الضريبة اللي عندنا لا تاكس دوانير اللي كانت تستفاد منها الخزينة العمومية، يعني من سنوات من قبل 2016 قبل ما يكون فيه هنا يعني هنايا في الجزائر يعني مصانع لتركيب السيارات، ما نقولوش لصنع السيارات، لتركيب السيارات. ولاحظنا انه فيه اشكاليه انه رغم انه تركيب السيارات الا انه كان فيه ارتفاع مذهل لهذه السيارات وماهيش متناول لجميع المواطنين، ولكن تقبلناه كمستهلكين، تقبلناه قلنا معليش يكون فيه يد عامله وتكون فيه يعني تركيب لهذه السيارات وتكون يعني فائده للاقتصاد الوطني. الا انه يعني تفاجأنا كذلك انه حتى هذه السيارات ماهيش يعني صراحه ماهيش جوده عاليه، بالرغم انه كان فيه استيراد من قبل سيارات يعني ذات جوده عاليه او اقل سعر. لاحظنا انه فيه يعني يعني هذه المصانع تم يعني توقيفها، وهذا يعني السوق الجزائري اصبح عنده يعني عبء كبير بالنسبه للسيارات. بالنسبه وهنا لاحظنا انه الاسعار زادت ضعفت اكثر. جاء قانون الماليه فيما يخص قانون الماليه 2020 وين حدد انه فيه يكون فيه استيراد للسيارات اقل من 3 سنوات، الا ان هذا القانون جمد كذلك لانه ما كانش فيه ربما دفتر الشروط، ما هي الاعباء، ما هي يعني الشروط الحقيقيه لاستيراد هذه السيارات. الان يعني لاحظنا انه هذا القانون يعني عاود خرج للملأ في قانون الماليه التكميلي، وهذا بشروط، وهذه الشروط يعني ربما راح تكون تعجيزيه بالنسبه للمستهلك الجزائري، وكذلك ما هي تبعيه هذا دفتر الشروط، كيفاش تبعيه تاعو. اليوم لاحظنا انه لازم الجزائري يفتح حساب بنكي بالعمله الصعبه. هل العمله الصعبه يعني من الخزينه العموميه ولا يشريها المستهلك من السوق السوداء؟ هذه اشكاليه، وهنا راح يكون فيه ملاحظه انه يكون فيه ارتفاع اسعار العمله الصعبه. ربما اليوم رانا يشريوه ب 20,000 دينار ل 100 اورو، راح نروحوا ل 25,000 دينار. كذلك لازم يكون فيه شرط انه تودع هذه الاموال مباشرة في الحساب، ويكون فيه يعني مواصلة مباشرة مع وكيل سيارات في الخارج، وهذا الوكيل هل عنده اعتماد حقيقي؟ واحدة. هل عندنا ضمانات حقيقية لهذه السيارات اللي جينا من الخارج؟ هل حقيقة هي أقل من 3 سنوات؟ يعني كل هذه الإشكالات راح تخلينا اليوم نطرح الأسئلة. يعني راح تخلينا اليوم كمستهلكين تخلينا في حيرة كيفاش يكون الاستيراد. كذلك إذا كان تكلمنا على المقيمين فقط في الجزائر، يعني رايحين نقصيو الجاليه الجاليه الجزائريه، وهذا يعني ما يخليناش كذلك بالنسبه للخزينه العموميه. ماهوش راح يخدم الخزينه العموميه، لانه اليوم العمله الصعبه اذا كان نحافظ على العمله الصعبه ونحافظ على يعني موردات هذا يعني نتكلموا على الاقتصاد الوطني ونتكلموا على الخزينه العموميه، يعني راحين نلجؤ الى ربما الى عبء اخر بالنسبه للخزينه العموميه. جميل.